بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال الإمام الشافعي رحمه الله: تشترى الإبل بصفة إلى أجل هو السلم، عايز يلزمه بقوله في الدية كقول كل العلماء أن القاتل خطأ وعاقلته، أن العاقلة قد لزمتها الدية أسنانا من الإبل دينا في أعناق العاقلة إلى 3 سنين بإجماع العلماء، فكيف تمتنع أن تقول بجواز السلم في الإبل ولم تقسه على الدية؟ قال: ولم تقسه على الدية ولا على الكتابة ولا على المهر. يعني أنت تجوز أن يكون العبد يكاتب سيده على عدد من الإبل يصبح إذا أدها حرا، وتجوز أن يكون المهر عددا من الإبل أصبحت في ذمة الزوج. إذن الإبل والحيوان مما يصح أن يجعل في الذمة، فلماذا لم تجوز بيعه سلما؟ يقول: وأنت تجيز في هذا كله أن تكون الإبل بصفة دينا، فخالفت فيه القياس وخالفت الحديث نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استسلف بعيرا ثم أمر بقضائه بعد، حديث صحيح. قال: كرهاه ابن مسعود. شوفوا المناظرة الجميلة دي الرائعة دي. المناظر حنفي اللي بيقول لا يجوز بيع الحيوان نسيئة ولا يجوز السلم في الحيوان، فالإمام الشافعي بيقول له: طب ما انت أقريت ان الحيوان ينفع يبقى دين ويبقى بالوصف بتاعه والسن بتاعه يتقضى ده مطرح ده، وأجزت في الدية. فبيقول له: أنا أجزت، أنا كرهته ومنعت منه عشان ابن مسعود كرهه، قول صحابي. فقلنا: وفي أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة؟ قال: لا، إن ثبت عن النبي. شوف برضو إن حتى الحنفية الذين يشهر عنهم تقديم القياس على الحديث، إلا أن الأصل عندهم إيه؟ تقديم الحديث. ولذلك قال له: لا، ما فيش حجة مع أحد إن ثبت عن النبي. يعني ممكن هيخالف في القياس، هو قال له في القياس على المهر والكتابة والدية، والدية متفق عليها، والمهر والكتابة كتابة العبد بسيده أنت بتقول بيها، فبيلزمه على حاجة هو بيقول بيها. فلكن هنا إيه اللي أوقفه؟ إيه اللي قال له ما ينفعش تقول لي كرهه ابن مسعود؟ قال له الحديث. قال: إن ثبت. قلت: هو ثابت باستسلافه بعيرا وقضاه خيرا منه، وثابت في الديات عندنا وعندك، هذا في معنى السنة. قلت: قال: فما الخبر الذي يقاس عليه؟ قلت: أخبرنا مالك. قال له: طب جيب لنا الخبر اللي هتقيس عليه هذا الكلام، اللي هنقول يجوز بيع الحيوان بصفة دينا، يجوز أن تشترى الإبل بصفة إلى أجل. قلت: ايه الخبر اللي انت بتقول عليه ده اللي هو ان ثبت، هو ثابت؟ قال: فما الخبر الذي يقاس عليه؟ قلت: اخبرنا مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بعيرا فجاءته ابل فامرني ان اقضيه اياه، فقلت: لا اجد في الابل الا جملا خيارا، الخيار يعني مختارا، في بعضها رباعيا، فاصل الحديث بس مش في رواية الشافعي، البعير الرباعي الذي استكمل 6 سنين ودخل في 7، حديث صحيح طبعا. قال: إلا لا أجد في الإبل إلا جملا خيارا، فقال: أعطيه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء، أخرجه مسلم وغيره. قال: فما الخبر الذي لا يقاس عليه؟ يعني إيه حديث ما ينفعش القياس عليها؟ قلت: ما كان لله فيه حكم منصوص، ثم كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة بتخفيف في بعض الفرض دون بعض، عمل بالرخصة فيما رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ما سواها، ولم يقص ما سواها عليها.
وهكذا ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من حكم عام بشيء ثم سن فيه سنة تفارق حكم العام. بيقول احنا عندنا نص عام الرسول استخرج منه حكم، يبقى الباقي من الصور على العموم الا موضع ليه؟ الرخصة. عشان كده بعض الناس يقولوا من الجورب لا يجوز المسح عليه، ليه؟ يقولوا النص ورد بالايه؟ بالخف. بنقول لا، في الحقيقة ان ده خف، عشان كده نرد عليهم نقول لهم ان ده ايه؟ خف، كما قال انس انها خفاف ولكن من صوف. قال وفي مثل ماذا؟ عايز يعرف بقى مثال. قلت فرض الله الوضوء على من قام الى الصلاة من النوم، فقال اذا قمتم الى الصلاة، يبقى مش شافعي يعني بيجعلها اذا قمتم يعني من النوم، والجمهور يقول اذا قمتم الى الصلاة اذا اردتم، او قمتم للقيام من القيام. قال وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فقصد قصد الرجلين بالفرض كما قصد قصد ما سواهما من أعضاء الوضوء. قصد قصد الرجلين بالفرض يعني فرض ربنا أنه يتغسلوا زي بقية الأعضاء الأول قبل الغسل. فلما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين لم يكن لنا والله أعلم أن نمسح على عمامة ولا برقع ولا قفازين. هو صحيح بالنسبه للبرقع اللي على الوش والقفازين اللي على ايه؟ على اليد، ما هم دول الاعضاء اللي بتتغطى في الايه؟ في المغسولات، مش كده؟ طب بس العمامه في الحقيقه ورد بها نص، عشان كده ما بنصححش ما قاله الشافعي رحمه الله لثبوت الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. حديث رواه مسلم صحيح. بيقول لا يجوز ان نمسح على عمامه ولا برقع ولا قفازين قياسا عليهما على الخفين، واثبتنا الفرض في اعضاء الوضوء كلها، وارخصنا بمسح النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين دون ما سواهما. فالامام الشافعي رحمه الله يرى أن المسح على الخفين رخصة لا يجوز أن يقاس عليها غيرها، وإحنا نقول ذلك لا يجوز مسح على قفازين ولا برقع والعمامة، إنما ثبت الحديث بها. قال فتعد هذا خلافا للقرآن، مناظره يقول تعد هذا مخالف للقرآن إن المسح على الخفين. قلت لا، قلت لا تخالف سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله بحال. قال فما معنى هذا عندك؟ ازاي بقى القرآن امر الغسل والرسول مسح؟ قلت معناه ان يكون قصد بفرض امساس القدمين الماء من لا خفي عليه لبسهما كامل الطهارة. يبقى كلمة وارجل وامسحوا برؤوسكم وارجلكم، يبقى المقصود به الرجل التي ليس عليها خف، قد لبسه صاحبه كامل الطهارة، يجب أن يمس القدمين الماء. يبقى ده خطاب لنوع من الناس اللي هو التخصيص، يبقى يخصص هذا بمن وجب عليه غسل الرجلين الذي ليس عليه خفان. قال ويجوز هذا في اللسان؟ قلت نعم، كما جاز أن يقوم إلى الصلاة من هو على وضوء، فلا يكون المراد بالوضوء كلمة إذا قمتم. إذا قمتم وأنتم محدثين خصصتها بإيه؟ بأن الرسول صلى الله عليه وسلم استدلالا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاتين وصلوات بوضوء واحد، فخصص إذا قمتم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عدة صلوات بوضوء واحد، بأن ذلك يقصد به إذا قمتم وأنتم محدثين. يبقى وأرجلكم معناها إذا كان فيها إيه؟ إذا لم يكن عليها خفان. إذا كان عليها خفان تبقى قراءتها إيه؟ وأرجلكم، أو إلى بالسنة. أقول قولي هذا واستغفر الله.